فين شعرك؟ انت اخر مره حلقت امتى؟ امبارح. ولا هي اطول؟ استاذ سامح بيقدرني. استاذ سامح بيقدرك؟ اه. تكلمش تاني اخر النهار بقى النهارده، ها؟ خلاص بقى كده كفايه عليك. بصراحه الواحد مش عارف يبدا منين. ما بقاش فيه مجال للطبطبه ولا تطيب الخواطر. انا هفضل اسيب نفسي اتغلب سته مش فارقه، اتغلب اربعه مش فارقه، اتفضح مش فارقه، مصر تتفضح في الكوره. لما بنقرب قوي من الجد بنخاف من الاوف دي بيهنجوا. لا اقدر اقوله بالفم المليان، يعني اللي حصل النهارده المنتخب مصر هي كارثه وفضيحه. احنا بنتكلم دلوقتي على ازمه حقيقيه بتمر بيها كره القدم المصريه. الواحد بقى خلاص يعني المغرب سته. ما ينفعش يكون اداء منتخب مصر في مباراه بتنافس فيها على ميداليه اولمبيه. يا جماعه احنا عندنا منتخبات على التاريخ يتكلم عليها الناس. اللي حصل النهارده بيوضح الفارق الكبير للناس بتفكر وبتخطط وبتدرس. وفوز الاكشع ده شابوه في عظيم سلام، وبتجهز لاجيال لسنوات قادمه. حتى كاس العالم خدوا تنظيمه، خدوا كل حاجه مع اسبانيا والبرتغال 2030. ناس بتخطط صح، مش بس ربع العالم في الفريق الاول ولا في الناشئين ولا في السيدات يا راجل. وناس مش عاوزه تتحرك ولا تفكر ولا تخرج من عباءة الفكر بتاع القرن الماضي. لا كابتن، الناس دي لازم تحترم الشعب المصري وتحترم عقولنا العبث اللي بنشوفه في كرة القدم في مصر. لا مصر ما بتقدرش كده، ونتيجة واقعية للعشوائية اللي بتدار بيها الكرة المصرية. احنا داخلين على الأسوأ، احنا عمالين نجر 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 ونقول معلش معلش، احنا ما بنسيبش، احنا عمالين نبني على حاجة بايظة من تحت فهتقع فوقينا. ما هي كده، والصراحة والمواجهة والحلول الجريئة هي بس الطريق للخلاص من هذه الأزمة. وأنا موضوع انتخابات الأندية دي ومراكز الشباب والأصوات اللي بالكفتة وباللحمة، يا سيدي هو اللي عمل الانتخابات وجاب الناس مين؟ أنا. وناس فاشلة وبتاخد أعلى أصوات، اديني أمارة. أنا اللي جبتهم، ما تردوا عليا، أنا اللي جبت الناس دي. وانت بتدي صوتك لواحد ما حققش انجاز ازاي؟ عملنا انتخابات جاب اللي انت شفتوه، صح كده؟ مش راضيين، ما رضيتوش ليه؟ يعني انت بتاع النادي ولا بتاع مركز الشباب اخرك ايه؟ هيبعت لك 1000 كوره؟ هيبعت لك شبك؟ هيبعت لك كام طقم؟ طيب حد عنده حل؟ عندك حل عبقري؟ بجد بقى اتحاد الكوره بجد منظومه العسكريه تتدخل، اقسم بالله بلا انتخابات بلا مراكز شباب تخش بلا انديه. منظومة العسكرية تتدخل، أقسم بالله بلا انتخابات بلا مراكز شباب تخش بلا أندية. أحسن منظومة في مصر شغالة المنظومة هي اللي تمسك اتحاد الكورة، واتفرج على الفرق دي، اتفرج بجد ما بهزرش. اللي بعده كابتن فاروق جعفر، مساء الخير على حضرتك. إيه الدرس؟ إيه الدروس؟ الدرس الكبير إن الدولة قدرت وعملت كل حاجة، فأنا بقول الدرس إن إحنا اقفل الملف القديم العشوائيه طبعا. والمصالح وانتخابات واعمل هنا وجامل هنا، اقفل ده، ابدا منظومه جديده. انتباه معلمين، لازم نشوف ناس مسؤوله تتحمل المسؤوليه. فانا شايف ان افضل ما يسيطر على ده العلم والثقافه والانضباط، لكن التوقيت اللي احنا فيه ده محتاج الانضباط. الانضباط مش هتلاقيه غير في الجيش. قصدك ايه يا سعاده البيه؟ يعني قصدك ايه يا سعاده البيه؟ يعني ايه؟ يعني انا بقول لازم حد يكون مسؤول في القوات المسلحه يعرف يعني ايه انضباط، يعني ايه ميعاد الدوري، يعني الدوري يخلص ازاي، يعني الملاعب اللي هتتلعب. يعني عايز رئاسه الاتحاد من القوات المسلحه؟ طبعا طبعا. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. انا شايف المنظومه اللي نقدر نمشي من خلالها هي المنظومه العسكريه. العسكريه لا والله ما حكم عسكري. بتطالب انه السيستم والانضباط والتخصص ده اللي موجود في المنظومه العسكريه يبقى موجود في هو ده اللي يطبق في اتحاد الكره الجديد. طبعا. يعني كلمه حتى كاس العالم خدوا تنظيمه، خدوا كل حاجه مع اسبانيا والبرتغال 2030. ناس بتخطط صح، ناس بتخطط صح. كان دراسات الجدوى لو انا مشيت بيها وخليتها العامل الحاسم في حل المسائل في مصر، انا اتصور ان احنا كنا هنحقق فقط 20 ل 25% مما حققناه. لكن التوقيت اللي احنا فيه ده محتاج الانضباط. الانضباط مش هتلاقيه غير في الجيش. احسن منظومه في مصر شغاله المنظومه هي اللي تمسك اتحاد الكوره، واتفرج على الفرق دي، اتفرج بجد ما بهزرش. لازم تفتكر، عايزك ترجع بذاكرتك 20 سنه ورا. والله قاعد بتفرج على ماتش مكسوف مكسوف. مش ده مصر، مش دي مصر، مش ده منتخب مصر يا جماعه. طب سنتر بقى، سنتر بعدين بقى في حرقة الدم دي. فوز على زيمبابوي والخسارة اللي كانت أمامنا. جينيا يا ساتر يا رب، يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. مش قادر أقول بقى مساء الورد والياسمين والفل والحاجات الحلوة، لأن الواحد مشاعره مش حلوة.
وحالته ومزاجه مش حلو. احنا قلنا ان احنا هنجيب مدربين من بره تاني ولا هنجيب تاني؟ خلاص مفيش بقى خلاص. قولا واحدا انا عندي في مصر في النشاط الكروي بيشبه الفساد. كيروش هيتقاضى 120 ألف دولار شهريا ليه هو لوحده، ولسه هيبقى معاه 2 مساعدين، يعني الجهاز هيبقى فيه 2 مساعدين اخرين اجانب. 120 ألف دولار شهريا في الشهر. سبب نكدنا النهارده وان احنا قاعدين كلنا وكل مصر قاعده زعلانه هو الراجل ده. كوتش دول جابوا فينا جونين في دقيقه واحده، 3-2 ليهم. نهار اسود. طب والعمل ايه؟ نرجع ميزو؟ انا صاحب القرار. هو فاضل قد ايه على الماتش؟ دقيقتين. النهارده منتخب نيجيريا، تخيلوا معايا عشان تعرفوا المأساة اللي احنا فيها. سكند بول، خلي بالك من قريبه، والتصويبه وهدف اول. ده جون فينا يعني فاضي. بس لينا انت بتشجع ايه؟ واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. والله قاعد بتفرج على الماتش مكسوف. مش ده منتخب مصر يا جماعه. هي دي كوره؟ ضربه جزاء مش ضربه جزاء، وفاول مش فاول، والدقيقه 51 وبيلعب. لا ده قلب فيها رفاع الدسوعي يا عم كروش. ايه اللي انت عملته؟ انت لسه لا وديت لا خدت البطوله العربيه ولا خدت بطوله افريقيا ولا وديتنا كاس عالم عشان تبقى بالتناكه دي وبالقرننه دي. لا لازم يمشي. فلان الفلاني بياخد كام؟ هديك 10 اضعافه صح؟ هعمل لك شرط جزائي يا كابتن، لو مشيتك هديك لعقدك مره ونص. يعني عشان نقول له بكره شكرا يا عم كروش نحضر له 42 مليون جنيه ليه؟ هو انشيلوتي ولا ايه الدنيا؟ عشان انا مش فاهم وجبت اخري. دي فلوس مصر والله العظيم، ده دار مال عاش. انا اهلي دفعوا دم قلبهم عشان العب اللعبه دي. انا اتمرمطت في الملاعب يا اخوانا. انا عايزكم تبقوا خيرة شباب لاعبين هذه البلد. عشان اديهم تعليم حقيقي بجوده حقيقيه عايز ارقام مش موجوده مش متاحه. يقول لك خلي بالك ده مش سهل فيه، خلي بالك دول مش واخدين بالهم منكم، خلي بالك ده ما بياكلكش، خلي بالك ده ما بيعلمكش، بس ما قالكش خلي بالك انك انت فقير قوي. انا فاهم يا باشا، صايع يا باشا. ممكن اسالك سؤال؟ المكافئات بتاعت الفوز بتاعت المنتخب وانتم ماسكين كانت كام؟ طب انا مش هقولها لك اكيد. لا بجد والله. لا عايز اعرف. لا مش هقولها لك. طب ليه؟ ما ينفعش. محدش قال لك انك انت فقير قوي، لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي. اسمع الكلام. انت لازم تكسب 3-4 النهارده، انت لو خدت الاهلي ولا الزمالك ويا راجل وادي دجله لو راح لهم هيكسبوا 3-4. يبقى فين التخطيط اللي خططته؟ يبقى بياخد الفلوس بناء على ايه؟ احنا بلدنا مش لاقيه تاكل. مساعدين ساعدونا. مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك. مفيش فلوس. اقول لك ايه؟ ناتشفا زي الناتشفا. لكن التوقيت اللي احنا فيه ده محتاج الانضباط. الانضباط مش هتلاقيه غير في الجيش. احسن منظومه في مصر شغاله المنظومه هي اللي تمسك اتحاد الكوره، واتفرج على الفرق دي، اتفرج بجد ما بهزرش. انا مش هاكل، انا مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. مفيش فلوس. اتفضلوا. خمسه بالحب. بالحب. انا مش هاكل، انا مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن.